السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي، أنا الطالب فاضل محمد العبدولي من الصف الخامس الأخبار. اليوم سوف أخذكم في رحلة جميلة، هل أنتم مستعدون؟ لننطلق. رحلتنا سوف تكون في إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة الإسلامية، في مكان يجمع بين الثقافة والإسلام. إنها الحديقة الإسلامية، هيا لنذهب في جولة داخل الحديقة. كتاب الله، عندما تفتح صفحاته نقرأ الإعجاز ونكتشف العلوم التي سردت لها كتب السنة الأحاديث، فمن علم الفضاء إلى الرياضيات إلى كافة العلوم، ولعلم النبات أيضا حيز من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية. فبدأ القلم يخط فكرة منذ عام 2006، فكرة تبناها صاحب السمو حاكم الشارقة، تربط العلوم الحديثة والدراسات بما يحتويه القرآن من معجزات التفكر والتأمل في الكون، والتي جاءت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، لتطبق على أرض الشارقة وتنشأ الحديقة الإسلامية. 50 نبتة من شجرة وشجيرة وعشبة مزروعة في أرجائها، نتعرف على شكلها، صفاتها، وفوائدها، وأين ذكرت في القرآن والسنة. نجوب رحاب الحديقة بطرازها الإسلامي لنتعرف على مكنوناتها، لأنها رؤية إسلامية جوهرية ذات فوائد عظيمة يكتشفها العلم الحديث. تبنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مشروع الحديقة الإسلامية، وذلك لإيمانه بأهمية ارتباط الدين بالعلم ورغبته في صياغة روائع الإسلام النباتية في حديقة إسلامية، وشعارها قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم افتتاح الحديقة الإسلامية في مارس 2014، شكل بصمة ثقافية إسلامية لإمارة الشارقة، تحتوي على النباتات التي ذكرت في القرآن والسنة. الهدف من إنشاء الحديقة الإسلامية تحسين التعلم وتعزيز الوعي ضمن إطار التنمية المستدامة والمحافظة على التقاليد الإسلامية والبيئية العربية. انتهت رحلتنا، شكراً لحسن استماعكم، أتمنى أنكم استمتعتم معي في الرحلة. مع السلامة.